ثم أما بعد، فنخلص إلى قول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وإذ نجيناكم من آل فرعون. ها هنا وقفنا عند هذه البصيرة العظيمة من كتاب الله: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذا المقطع كله الذي خاطب الله به بني إسرائيل يذكرهم جل وعلا بما حصل لهم من ابتلاء على يد فرعون الذي طغى في الأرض وتجبر وادعى الألوهية. وقصة فرعون قصة شجية رهيبة في كتاب الله جل وعلا، وليس عبثا أن يذكرها الله مفصلة ومجملة في مواطن عديدة من كتاب الله جل وعلا. قصة فرعون مع بني إسرائيل مذكورة في القرآن كثيرا، مجملة يعني مختصرة ومفصلة في صور وآيات من القرآن المكي ومن القرآن المدني وفي السبع الطوال وفي المثاني وفي المئين وفي المفصل. لا يكاد يكون قسط أو قسم من أقسام القرآن إلا وذكر الله فيه قصة فرعون. وهذا الأمر لا يكون عبثا ولا يكون تكرارا قطعا، كلا، ذلك أن الله جل وعلا يخاطب هذه الأمة بما سلف من قصص وحوادث. فكل قصة في القرآن إلا ونحن المخاطبون بها بالقصد الأول، يعني الهدف الأساس من قصص القرآن هو هذه الأمة مما وقع لبني إسرائيل أو لغيرهم، لأن اللي معني بالقرآن العظيم إنما هو أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيها نزل، فيها نزل. فعبره عبر هذا القصص ومقدماته ونتائجه كلها على هذه الأمة أن تتدبره تدبرا جيدا من أجل أن تستخلص السنن الإلهية التي بها النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وعظيم جدا ذلك البيان الذي ساقه الرحمن جل وعلا في سورة القصص حينما قال سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. عجيب، كأن هذه الآية تتحدث عن عصرنا وعن زماننا. ولذلك قلت القرآن العظيم في قصصه خوطبت به هذه الأمة بالدرجة الأولى وبالقصد الأول، لكن علينا أن نعي هذا الخطاب وأن ندرك أسراره ومقاصده حتى نستفيد مما خاطبنا الله به جملة وتفصيلا. فرأينا في المقطع من سورة البقرة مما تلوت قبل أن الله جل وعلا ذكر بني إسرائيل بقصة فرعون وبابتلاء الله لهم بفرعون، كيف أنه طغى عليهم وتجبر، وكيف أن الله أنجاهم منه في القصة المعلومة، وكيف كان طغيانه بحيث كان يذبح الأبناء كما تذبح أمريكا اليوم أبناء المسلمين، ويستحيي النساء للخدمة وللمتعة يتركهن أحياء. قال جل وعلا: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اختبار رهيب وابتلاء عظيم، نعوذ بالله من البلاء. وذكرهم الله جل وعلا كيف أنجاهم في قصة البحر، وكيف أغرق فرعون، وكيف أنجى بني إسرائيل، ثم كيف كفر بنو إسرائيل بهذه الأنعم جميعا. فكان مآلهم آنئذ أن غضب الله عليهم فباءوا بغضب على غضب. الأمر الذي طلب من بني إسرائيل أن يتحملوه شيئا واحدا هو الكتاب: وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وهذا الأمر طبعا الذي لم يحصل لبني إسرائيل،
لأنهم ما ازدادوا إلا طغيانا، رغم أنهم رأوا الآية بأعينهم، كيف أن موسى فلق لهم البحر فعبروه طريقا يبسا، وكيف رأوا فرعون وجنوده يغرقون جميعا في هذا البحر بأعينهم، وكيف انتدب الله جل وعلا من قوم موسى 70 رجلا لميقاته، فكلمهم الله جل وعلا وأسمعهم، فلم يقنعوا ولم يقتنعوا وقالوا له أرنا الله جهرة. هذا الأمر إنما السر فيه من حيث القوة والمناعة إنما هو الطاعة والإنقياد، أي أن هذه الأمة إذا برئت من مرض بني إسرائيل الذي هو الاستدراك على الحق فإنها بإذن الله تنجو وتكون وارثة وتكون الإمامة فيها ويمكن لها في الأرض. استدراك يعني أن اليهود كانوا يستدركون على ربهم كيعترضوا عليه، وكانوا يخاطبون موسى بأردأ الألفاظ وبأقلها أدبا، أدعو لنا ربك، أدعو لنا ربك، أدعو لنا ربك، كما في قصة البقرة وفي غيرها، ما كانوا يقولون ربنا ولا إلهنا. ثم هم يستدركون، يأمرهم نبيهم بشيء ويستدركون عليه. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا، واش راك تلعب علينا، راك تفل علينا، هكذا كانوا يخاطبون نبيهم. بل وصل كفرهم إلى درجة أن قالوا وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. ميزة هذه الأمة أنهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذه الميزة العظيمة التي ميزت بها هذه الأمة، ولكن بشرط أن تبقى الخاصية متعلقة بها. فإذا زال كما يقولون في الأصول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. فالعلة التي بها كنا خير أمة أخرجت للناس أننا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والعلة أيضا التي بها كانت النجاة والإمامة والريادة والقيادة لهذه الأمة إنما لكونها كانت تسمع وتطيع لربها ولسنة نبيها. من هنا إذن ما كان يميز أمة بني إسرائيل شيء من القوة غير الكتاب. فرعون كان ملكا إمبراطورا جبارا، تجري أنهار مصر من تحته، يتصرف في الأرض كما يشاء، وبنو إسرائيل خدم، كانوا رقيقا وعبيدا وإماء لفرعون ولآله، ولم يكن لهم حول ولا قوة ولا جاه ولا مال ولا أي شيء، كانوا موعودين بشيء واحد الكتاب. سر القوة ديالهم فقط في الكتاب، ورغم أنهم ما تعاملوا مع الكتاب بصدق إلا قليلا، فقد كان ذلك القليل سببا لنجاتهم من فرعون ومن طغيانه. ثم لأن فرعون وصل طغيانه إلى حد إعلان الحرب على رب الكون أهلكه الله جل وعلا، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. حينما يصبح الإنسان فردا كان أو مؤسسة، وفرعون ما هو إلا رمز لدولة إمبراطورية طاغية آنئذ هي دولة الفراعنة في مصر، تماما كما هو الحال في زماننا هذا، دولة فراعنة هذا الزمان هي الولايات المتحدة كما هو معروف، شيء معلوم من الواقع والاجتماع والسياسة بالضرورة، ما عاد أحد يستطيع أن يخفيه، ما بقاش واحد يضرق دب الشمس بالغربان. هذا طغيان هذا العصر وفرعون هذا الزمان. خصلة الفرعنة، صفة ديال الفرعنة واحدة عبر التاريخ، إن فرعون علا في الأرض، علو في الأرض، طغيان في الكرة الأرضية، واستعمل الله جل وعلا هذه العبارة على سبيل الاستغراق، الأرض كل الأرض، يعني ما كاينش قوة كتنفسه، فكذلك هم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها أي أهل الأرض شيعة، هادو ويلا هنا، هادو ويلا هنا، مزق هنا، طرف هنا، فرق فرق فرق. وأسلوب الفرعنة هذا ثابت عبر التاريخ، كلما قويت دولة قصد إلى تمزيقها من أجل أن تكون دويلات، يقتل بعضها بعضا، شيعة 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 يعني فرق ومزق، وهذا حال العالم الإسلامي اليوم، ولا يزداد مع الأسف إلا تمزقا وتشيعا وتفرقا بسبب هذا التأثير الفرعوني الطاغي.
فكان إذن يستضعف طائفة منهم، يختار حال الأسد لما يختار الفريسة دياله من ضعيفة، يستضعف طائفة منهم، يستهشى ويستضعفها. ومن أسوأ أنواع الاستضعاف الاستضعاف الاجتماعي والثقافي، لأنه الأمر ماشي غير في التقتيل، يتعدى التقتيل إلى شيء آخر وهو استضعاف القيم، لأنه قال يذبح أبناءهم، هذا تقتيل، ولكن ويستحيي نساءهم، هذا ماشي تقتيل كيخليهم حي النساء، ولكن لأغراض تدمير البنية الخلقية والدينية في المجتمع، وهذا أخطر أنواع التدمير والطغيان في الأرض. ولذلك الحق جل وعلا نبه المسلمين إلى هذه الصفة، صفة الطغيان، باش يعرف الإنسان أشنو قدر يواجه، فإن لم تستطع أن تواجه هذه فبمقدورك أن تواجه الأخرى، وهي الاستحياء من أجل الفساد والإفساد والتدمير القيمي أي الخلقي للمجتمع. من هنا إذن وجدنا الله جل وعلا قد وعد بالنصر والإمامة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة لأنفسهم ولغيرهم، إمامة الأرض كما كان الصحابة في زمانهم والتابعون ومن بعدهم أئمة في الأرض في حضارة الأرض كلها، ونجعلهم الوارثين يرثون ملك الأرض وحضارة الأرض، ونمكن لهم في الأرض، تمكين هو السلطة، تكون عندهم القوة، القوة اللي عند العدو ترجع في دورتها الحضارية إلى عند المسلمين، ونري فرعون وهامان الوزير ديالو المالي، ففرعون كان كيمثل الطغيان السياسي العسكري، وهامان كيمثل الطغيان الاقتصادي، هو إسرائيل طغيان الاقتصادي، شدين العالم من المال من البنوك ديالو بجوج، فرعون وهامان، أمريكا وإسرائيل، فرعون وهامان، ونري فرعون وهامان وجنودهما بجوج منهم ما كانوا يحضروا، منهم شكون هما المستضعفين، هذاك الشيء اللي خايفين اليهود من الفلسطينيين ومن المسلمين جملة، واللي خايفاه أمريكا من المسلمين غادي يطيحوا فيه، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، يعني من هذيك الأمة اللي خايفين منها، منها غادي يشوفوا داك الشيء اللي غادي يضرهم، منهم ما كانوا يحضرون، هذاك الشيء اللي كانوا كيتوقعوه، والدراسات المستقبلية ديالهم قالت لهم سيكون وسيكون وسيكون وسيكون، فمن أجل قطع الطريق على ما سيكون دمروا وخربوا وحاربوا وإلى آخره، ولكن الله جل وعلا سيجعل الدورة عليهم ويريهم من هذه الأمة المستضعفة ذلك الذي كانوا يحذرونه منها ويخشونه منها، ولكن بشرط، الشرط في ذلك الله جل وعلا سيحققه لا محالة، لأنه ضمن النصر لهذه الأمة في نهاية المطاف كما وعدنا بذلك الكتاب العظيم والسنة النبوية، ولكن أي جيل؟ هفيش كل إشكال، شكون الجيل الموعود؟ الجيل الذي يحقق ذلك في نفسه، يحقق أهلية الإمامة، ونجعلهم أئمة الإمامة، فلتكون إماما للناس، إماما للمتقين، إماما للمهتدين، يجب أن تكون سيد المتقين وسيد المهتدين، هداية وتقوى وورع، والسبيل إلى ذلك ذكره القرآن العظيم في مساقات أخرى. المرحلة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتغل بالدعوة إلى الله جل وعلا بمكة، كان يعيش نفس المرحلة نفس المعنى، كان مستضعفا هو وأصحابه يقتلون ويصلبون كما وقع لخباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، ويهجرون إلى الحبشة حينا وإلى المدينة حينا آخر، وهلم جرى من الابتلاءات والتضييقات والاستضعاف. في هذه المرحلة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين اثنين، احسبوا أنهما شغل هذا الزمان لو أدرك مسلم هذا الزمان كيف يعملون حقا. أما الأول فذلك في أواخر سورة العلق، وهي أول سورة نزلت حقيقة مقطعة، الأول ديالها نزل هو الأول، أول ما نزل من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والقسط الآخر بقي زمنا لكن بمكة، ثم نزل حينما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالكعبة أي بالمسجد إلى الكعبة، فجاءه أبو جهل وهدده ومنعه من الصلاة،
فنزل في حقه قول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى آخر السورة. شعور الفرد بالاستغناء هو شعور فرعوني، لأن فرعون شعر أنه مكفي، ماشي فقط من ناحية المالية، من ناحية المالية والاقتصادية والعسكرية والبدنية إلى آخر مكتفي، هو يطعم الناس ما محتاج الناس يطعمه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حينما يرى نفسه، أن رآه رأى نفسه استغنى، حينما يستغني العبد فرضا كان أو مؤسسة، قرية كانت أو دولة، حينما يستغني عن الله يؤله نفسه. من ذي شعر الإنسان بالاستغناء عن الله كيبدأ يتوهم بأنه إله، وهذا الذي وقع لهؤلاء الكفار. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ويؤسس الله عقيدة المسلم: إن إلى ربك الرجعى. شد هذه أولا، فتعلم أن ما كان ليكون شيء إلا بإذن الله، وما كان لطاغية ولا لعدو أن يفعل شيئا إلا بإذن الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما يزال على عرشه يدير أمر كونه، وهو الحي القيوم. خصوش الإنسان ينسى هذا الشيء. واش الكرة الأرضية فلتت من الضرب سبحانه وتعالى؟ حاشا. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لا يقع شيء إلا بعلم الله وبإذنه، ما عطاش الإذن ما غاديش توقع. ولكن الله يبتلي بعض الناس ببعض، يبتليهم بما كسبوا، يعني نتائج ما نحن فيه بأسبابنا وبكسبنا. فالله إذا جل وعلا إذ بيّن لرسوله طبيعة الطغيان، وبيّن له أن هذا الطغيان أول شيء يحصل له حينما يستغني يطغى، ومن أخطر أوجه الطغيان حينما يتدخل الطغيان في دينك ومعتقدك. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، راه يقول هذا بقى ما تديروا شاي مدونة الأحوال الشخصية على طريقة الإسلام، ما تزوجوا شاي بطريقة المسلمين، قادوا الورد، ديروا إلى آخره. هذا هو ينهى عبدا إذا صلى، وأشياء أخرى أحيانا مما يقرأ ويكتب وينشر خص تغيروا الآيات ديال اليهود في القرآن، ولا غيروا لهم التفسير ديالهم. وقد قرأت صحيفة قبل بضعة أيام فيها مقترحات لتغيير معنى اليهود في القرآن، لأنه غادي يحاولوا يطبعوا المسلمين ويفرضوا عليهم الاستسلام اليهود، ولكن كيبقى القرآن موجود، وصعيب بل مستحيل حذف القرآن من الوجود، غير ممكن. إذن شو الحل؟ الحل هو ذلك، لأن المشكل سيبقى المسلمون إلى يوم القيامة يقرؤون: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أي وحلوا مع هذه وأمثالها، فباءوا بغضب على غضب، وهو كثير في القرآن. إذن خص يكون اليهود على واحد الميزان آخر، وهي فرقة من الأعراب، هكذا زعموا، واحد الناس بدو عروبية كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عندهم مشاكل اقتصادية مع الأوس والخزرج، وما تفهموش مع النبي، ماشي هما هاد اليهود ديال هاد الوقت، لا، واحدين أخرين هكذا يريدون. وعجيب جدا أن ينزل فيما ينزل من القرآن قول الله جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به لها كتعود على القرآن، يعني جاهد بالقرآن، ماشي القرآن هذه تردو زروطة ولا سيف ولا بندقية، كلا، ولكن شد في الآيات، عنده يبدل لك المعنى، شد في الآيات، شد في البصائر وأبصير الحقائق بالقرآن. خلي يقولوا حتى يشبعوا، انت البس النظارة ديال القرآن وشوف واش هادو يهود ولا ماشي يهود. آنئذ ستكون مطيعا لله لا للكافرين. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وصفه قال كبيرا، لأن الكيد ديالهم تهو مساج، خصك الدفع دفاع كبير. والدليل على أن كيدهم مؤثر جدا حال النساء والشباب اليوم. غريب، يعني وقع واحد الانصلاح خلقي من الإسلام ومن الدين، من الأخلاق ديال الدين، واحد درجة، يعني تجي تحدث امرأة من النساء بعض القيم ديال الدين تقول لك انت ماشي كنت ساكن في الكرة الأرضية. شيء غريب جدا، يستغربنا أن يكون الخطاب الديني هكذا وهكذا، مع أنها كبيرة من أكبر الكبائر أن تخرج المرأة عارية في الشارع، من أكبر الكبائر، لأنه كشف عورة وإثارة فتنة. وما أنزل الله حكما في القرآن إلا كان من عظائم الدين.
لما كيبغي رب العالمين يعطينا شي أداب، ولكن واحد الأداب ماشي رقم واحد، يعني نديروه مزيان ولا ما درناش ماشي شي حاجة خطيرة، ما كيجيش في القرآن، كيجي إما في السنة ولا كيجي في الملحقات الاجتهادية مما يعلمه العلماء بالاستنباط اللي كيتسمى المروءة وخوارم المروءة. لما كيتنزل نص في القرآن عرف بأن القضية كبيرة. ونصوص الستر في القرآن أكثر من أن تحصى، ما فيهاش فقط يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ماشي غير هادي، وماشي غير وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ماشي غير هادي، كثير. كل الآيات التي تعلقت باللباس والستر تتعلق بهذا المعنى، لأنه هو معنى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه كتكلم على هذا الموضوع لأن المقصود هو القيم، خلق، المعنى. إذا تبعت المعنى بهذا الشكل غادي تلقاه أكثر من أن يحصى. كيغلطوا كثير من الناس اللي كيقولوا آية الحجاب في القرآن جوج، أكثر بكثير، أكثر بكثير، لأن القضية هي تتعلق بالقيمة الخلقية والعرض. عندك العرض ولا ما عندكش العرض، هذا هو المعنى. حينما يفقد هذا عند النساء أهني شيء غريب جدا، معناه إذن أن أساليب الكفار رهيبة. فما السيف القاطع البتار الذي يدحضها ويقطعها؟ القرآن، ما كاين شي حاجة أخرى. ونص القرآن واضح هنا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. دليل قاطع على أننا لا نقرأ القرآن، لا نتلوه، لا نتدارسه، لا نتدبره، لا نستنبط أحكامه، لا نتزكى به ولا نأخذ حكمته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الوظيفة النبوية مع الأسف مفقودة في هذا الزمان إلا قليلا قليلا قليلا. خصنا تداول شعبي للقرآن، واجب، كما يفيقوا الناس على الغناوي صلحوا على الغناوي باتوا عليه، خص القرآن أكثر من ذلك وأجل، يولي تداول، تاجر في حانوته، الخضار في المخضارة ديالو، والجزار في المجزارة ديالو، الأستاذ في القسم ديالو، والإمام في مسجديه، والحرفي في حرفته، والطبيب في مكتبه، كل أحد خص القرآن يدور في المجتمع باش نستطيعوا نحصنوا ونبقوا مسلمين. إلا بغينا نبقوا مسلمين ويبقوا أولادنا وأولاد أولادنا مسلمين، هذان أمران أعطاهم الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد في المرحلة المكية الأولى. تشبث بالقرآن وبمفاهيمه، والتشبث بقيم التعبد وعلى رأسها الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية، سندعو الزبانية. يعني رب العالمين يعيدنا بأنه غادي يتكفل بهم، أساليبهم فوق طاقة بني آدم من المسلمين، فوق الطاقة، واضح. ولكن رب العالمين وعدنا بأنه غادي يتكفل بهم، ولكن شرط، مشكل أننا نريد أن يتكفل بهم ولا نشتغل بالشرط. أما الشرط فقوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، اعلن عصيان للطغيان، ارفض افكاره، كل ما ياتي به وما يمليه من تحريف للاسلام وتبديل لمعاني القران يجب ان يعصى وان يرفض. كلا لا تطعه، والخدمه عود لهذه الجهه، واسجد واقترب، اسجد لله، اعبد الله، واجعل عبادتك تقربا وسيرا الى الله. لما ربي يشوفك جاي غادي سبحانه وتعالى هذيك الساعة يكفيك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أنا إذن سيكون الله جل وعلا كفيلك ووكيلك، ولكن كن ديالو باش يكون ديالك. أما ونحن نعلن العصيان كما هم يعلنون العصيان،
ونعلن التمرد كما هم يعلنون التمرد. مع من غادي يجي رب العالمين؟ مع هادو ولا هادو وهم متقدين في المعصية؟ لذلك ينبغي أن ننحاز إلى رب العالمين، سيكون عندنا انحياز إلى ديننا، ما كاينش عدم انحياز مطلق، هذه كذبة يهودية. انحياز إلى الدين القويم وإلى الصراط المستقيم، ننحاز إلى الإسلام، ننحاز إلى رب الكون لينحاز لنا، نكون به جل وعلا ليكون لنا. ثم أعود إلى السلاح الآخر، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني عبادة وعلم، أو علم وعبادة. أما العلم فعلوم القرآن، علوم القرآن كل ما يتعلق بمعاني القرآن تفسيرا وتدبرا وتنزلا وحكمة وتلاوة إلى آخره ومدارسة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي الرواية الأخرى تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اشتغال بكتاب الله جل وعلا، خص اشتغال بالقرآن مدارسة ومداولة، تداولوه، يخدم القرآن في الدار، يخدم القرآن بين الدراري الصغار في الأسرة، بينك وبين المرأة، تكون قضاياه مثار أسئلة وتعلم وتعليم وسؤال وجواب. يولي القرآن حركة في المجتمع كما كان في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم كل صباح يصبح كيبدأوا يتسناوا أش غادي ينزل هذا النهار من القرآن. واللي غاب على المدينة في مهمة ما عسكرية أو مدنية مما كلفه به الرسول عليه الصلاة والسلام، كيبدأ يتبع الأخبار ويسول الغادي والجاي ماذا نزل من القرآن. رفدين لهم أنه يغيب عن المدينة وينزل القرآن من وراه وما يسق خبر نزل كذا وكذا وقال الله كذا وكذا. وكانوا الناس يتناقلون أخبار القرآن، أخبار القرآن. أين أخبار القرآن بيننا؟ ما كيناش نهائيا على سبيل إلا أخبار القرآن، كل شيء كين أخبار إلا أخبار القرآن، فهي منقطعة إلا قليلا 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 دائما على سبيل. هذه الأخبار يجب أن تحدث، خص الناس يخبروا بالقرآن. قال الله في كتابه وقال هذا لماذا وماذا المراد بهذا. تدارس والتدبر، شد واحد الآية في واحد الصباح وخرج بها من دارك على سيارتك ولا على رجلك ولا في الطوبيس أو في أي صورة من صور تنتقل بها إلى عملك، وانت غادي الآية في راسك خدام تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا التدبر يزيدك إيمانا ويزيدك رفعة ودرجة ويفتح بصيرتك، تولي الحقائق تبلك مزيان وترى الواقع. هذا الشيء اللي كيوقع دابا في اليومي ديال 24 ساعة على 24 ساعة تراه كأن الله نطق به، بل إن الله قد نطق به، وليس كأن فقط، ولكن أبصره من أبصره وعمي عنه من عمي عنه. جعلنا الله وإياكم من المبصرين. إنما يحصل للمؤمن هذا بالاشتغال بكتاب الله جل وعلا واتخاذه سلاحا كما ذكرنا من الآية، سلاح. وجاهدهم به جهاد، عجيب، لأنه علاش قال جهاد؟ لأنه كاين ضغط. لا يعبر بالجهاد والمجاهدة إلا إذا كان السياق سياق دفعين ورد دين دفع. ولذلك يجاهد الإنسان نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد في الله تجاهد نفسك لأنها تدفعك وتريد أن ترغمك على مجموعة من الأهواء تأمرك بالسوء والفحشاء، فأنت تدفعها. وما كاين بحال جهاد النفس، لأنه كتبدا تضد مع راسك، يكون صراع داخلي، ولذلك كان جهادا. وحينما يعبر الله جل وعلا عن مجاهدة القوم بالقرآن، معناه أن ديك الشيء اللي في القرآن من القيم والمعاني راه غادي يبغي يقلعوها لك، هما يجبدوا، انت خصك تجبد، بغي يدخلوا لك افكار عوجة هما يدفعوا، انت خصك تدفع. باش غادي تدفع؟ ماشي بيديك ولا بالقرطاس، بالقران. واعلم ان القران سيكون منتصرا كعصا موسى. لما موسى شاف العصي والحبال ديال الصحراء ولاو حياي تخلع، فاوجس في نفسه خيفة موسى، ربي تعالى طمأنه وأمره بواحدة، وأنا ألقي عصاك وكحز الله. هذه العصا ديالو هي المعجزة ديالو،
وعصتنا احنا هي القرآن، ما عندناش معجزة أخرى. معجزة محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يكون عندك فيه اليقين لا ريب فيه، ما كاين شك أنه المعجزة الماحقة. خليهم يلوحوا في وسائل الإعلام، تلفزيونات، قنوات، وسائلهم رهيبة، هذوك هما الحياي ديال الصحراء. ارمي لهم انت القرآن وتفرج ماذا سيصنع الفرقان بهم، سيفرقهم وسيفتك بأفكارهم فتكا، وسيجعل عقلاءهم مسلمين يسلمون لك لله رب العالمين. لوح القرآن، حينما يدخل المؤمن حلبة المجاهدة في الله بكتاب الله بالقرآن، معناه أنه صار يعيش الإسلام حقا، ودخل رتبة الإيمان الذي نفاه الله عن الأعراب حينما قالوا آمنا، وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يعني مازال، حينما يدخل المؤمن حلبة المجاهدة القرآنية معناه أنه وجد الإيمان، وجد الإيمان، يشتغل آنئذ بالطاعة لله، والبقية بعد ذلك على الله. ولذلك رب العالمين فسر أو بين، رب العالمين بين عصيان الكفر والكفار بمعنى قرآني عجيب، كلا لا تطعه. كيف أعبر عن عدم طاعتي بشيء واحد؟ واسجد واقترب. ولذلك أنا شخصيا حينما أقرأ مثل هذه الآيات أجد فيما يفعله الناس من غوغاء ومظاهرات عبثا لا طائل من ورائه، وجرب ورأيناه. تاريخ الآن صار العالم العربي في المظاهرات صفر. مظاهرة حقيقية حينما تنتقل الآية من فمك إلى فم ابنك، ومن أسرتك إلى الأسرة الأخرى، وحينما يتوافد الناس أفواج على بيوت الله يذكرون الله في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، عليهم السكينة والوقار، وينتشر الستر والحياء في النساء. أنا بالنسبة لي هذه هي التعبير الحقيقي عن قول الله جل وعلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذروا، خايفين أن الدين في غد يطيحوا. إذا عرفنا المراد والمقصود من طغاة الأرض ثم قبل ذلك وبعده من رب العالمين، نكون عبيدا، بل نكون عبادا لله لا عبيدا لخلقه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل بقاع العالمين، في فلسطين وما حولها، وفي كل بقاع الأرض، آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم استر عوراتنا وعوراتهم، وأمن روعاتنا وروعاتهم، اللهم استر عوراتنا وعوراتهم، وأمن روعاتنا وروعاتهم، اللهم استر عوراتنا وعوراتهم، وأمن روعاتنا وروعاتهم. اللهم يا ربنا وأدم لهذا البلد أمنه واستقراره، اللهم وانصر مليكه جلالة الملك محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.